شوف شو بيساوي بالارض، برتب لك اياها ترتيبا. لا ايوه يا سلام، والله شيء هذا ساتيسفاينج. ديبو اون ذا بيت. يا شباب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم معاذ أو عستيكو. حلقة تانية من لعبة فارمينج سيميليتر أو المحاكي المزارع، مو محاكي مزارع، محاكي زراعة. طيب أول شيء شكرا على التعليقات والدعم اللي صار بالحلقة الماضية، شفتوا يعني شفت أنكم يعني حابين اللعبة أو استمر فيها، فأبشروا راح نستمر فيها إن شاء الله السلسلة هاي، ونشوف إمتى منوصل وين منوصل ونحتل كل المدينة ما بعرف. المهم حلقة جديدة، حلقة تانية من لعبة فارمينج سيميليتر. اليوم عندي أول شيء الأرض لازم ساوية، بلش يطلع العشب فيها وهذه مشكلة. هذا العشب، هذا الأخضر العشب إذا طلع يعني بيفسد الأرض، بيطلع فيها جراثيم وبكتيريا والدنيا هاي، فلازم لحق حالي وشيل هذا العشب هذا كله الأخضر هذا عندنا. هاي أول شيء راح ساوي بالأرض، وتاني شيء راح نزرع، راح أزرع الأرض قمح. نشوف بس وين الشهر اللي احنا بشهر السبع. أيوة تمام، نقدر نزرع قمح، صار الوقت، فتمام هذا الشيء حلو. وكمان بنحط سماد، لازم نحط سماد مشان يأسرع بالإنتاج أو تقوية الزراعة يعني. فأول شيء خلينا نروح نشتري الويدر، لازم نشتري الويدر والله. أوكي وين هذا يا سيدي؟ لا حرف البي. أوكي الويدر، الويدر وينه؟ أيوه ليك هاي الويدرز. طبعا في نوعين من الويدرز، في الويدر يلي بيشيل العشب الصغير مثل ما لكم شايفين، داير بورجيكم. في عنا هون عشب صغير، في آلة بتشيله، في آلة بتشيل كمان العشب الأكبر، يعني بيجي ميديوم. هون حاطين لي ويد سمول، فمحتاج أنا هلأ تبع السمول، أو جيب تبع الكبير، والله ما بظن، ما بعرف، هلأ بشوف. المهم أنا رح أشتري وحدة مشان بس شيل العشب هاد. هلأ هو بحجم السمول، فلازم أشتري تبع السمول. أنا نروح عند الويدرز مرة تانية. أوكي أول وحدة بتقلك هون مكتوب ويدرز بول اوت سمول جرو، وين يعني بتشيل الحجم الصغير من الويد او العشب هاد. كمان يعني بتشيله حتى لو في زراعه حتى لو زارع بالارض تقدر تشيل هدول العشب اللي ما له طعمه. هون في عندك حاطط لك الهوز، هاي بتشيل السمول والميديوم، يعني لما يصير سمول بتشيله، هاي الاله بتشيل السمول، حجم السمول وحجم الميديوم من هذا العشب اللي طالع. نشتري هي يعني، يمكن احتمال يطلع لنا الميديوم كمان مشكله بعدين. نشتري هي احسن، ما هي بتشيل الميديوم والسمول. يلا اتكلنا على الله، نشتري هي وحده حقها 51. فيلا بسم الله نشتريها. هي تمام، باي معلم. هلا لازم اروح اجيبها بال ما بقدر اجيبها بهي ولا لا، خلينا ناخذ بالتراكتور احسن اضمن. يلا خلينا نروح نجيبها ونجيب. كمان بهالحلقه هي احتمال اذا زاد معنا وقت راح ابني الجرين هاوس واشرح لكم عنها شوي كمان. يا شباب وصلنا، خلينا ناخذها. يلا تعالي، يلا تعالي لحق هالعشب هذا كله قبل ما يطلع اكثر من هيك. اذا صار لارج العشب اللي موجود، اذا صار حجم اللارج الكبير هون صارت مشكله فيه. اذا صار لارج هذا بده شو اسمه، بده شيء مبيد حشري، ساعتها بدك تضخ الحشيش هاد وبدك تحرط الارض من اول وجديد. احتمال اشتري هالارض، هي اشتريها هلا، شيل الزراعه اللي فيها وخليها ارض كامله، ارض زفت يعني، خليها اسفلت عشان المباني اللي رح ابنيها، انا شايف اصغر وحده جنب مزرعتي، فاحتمال يعني اشتريها وساويها اسفلت كامل. طيب خليه يبلش بس هلا نفتح الويدر. بديش تنفتح كبيره ولا صغيره؟ ايوه والله كويسه، والله مساحه منيحه، خلينا نظبطها معناتها.
خليه يشتغل لحاله كمان. بعدين نكبس حرف وين حرف الاف، نكبس حرف في بعدين بي. مو بي، بي. اوكي بلش يشتغل يا معلم. ايوه شيل هالعشب هذا، هذا مشكله. اهم شيء هذا لازم نلحقه على طول مشان ما تخرب الارض. مثل ما لكم شايفين هيك راح نتكل على الله ونكمل شغل. اوكي يا شباب خليه يكمل لحاله بقى، موظف حط موظف خليه يكمل وبنشوف حرف الاتش معلم. اوكي خليه هلا هو يكمل لحاله، فخلينا اروح اشتغل شغله تانية. طيب هو هلا عم يساوي يشيل الويدرز اللي على الارض. خليني يعني مثلا شو اسمه، خليني ازرع فيها بنفس الوقت. يعني هو عم يشيل الويد وانا بزرع. بنروح على الستور بعدين بنجيب السيدرز. ايوه ليك هاي. في آلة حبيتها شفتها باليوتيوب، انه بتزرع بنفس اول شيء بتزرع وبتحط كمان السماد بنفس الوقت. يعني لانه مثلا في عندك آلة بس بتزرع، وفي عندك آلة تانية بتحط السماد. وينها هي ليك؟ هي بتحط السماد. فهيك آلتين، انا هيك بخسر مصاري يعني صار فلوس. فهون حاطين آلة انه بتزرع وبتحط سماد بنفس الوقت، فهذا الشيء يعني بوفر علينا مصاري. خليني اشتري وحدة. ايوه هي هي ليكا، هون بيزرع هدول تمام وهون بيعطي السماد. فخليني اشتريها حقها 109، والله غالية شوي بس يعني بتوفر لي على يعني بتوفر لي اكتر يعني على الاقل. يعني بدل ما اشتري آلتين بشتري آلة واحدة بسعر واحد. عرفتوا كيف؟ فخليني اشتريها يلا. اوكي هي هي، في اللي جنبها اغلى منها، هي 120 بس لانه هي بتسع 5500 لتر وهي بتسع 4000 لتر. راح اخذ هي انا الارخص واحدة، يعني ارخص منها يعني اوفر شوي. نعمل باي. اوكي لازمني تراكتور تاني، والله انا لازمني تراكتور تاني. خليني نشوف الجيمس بركي بتسحبها. ان شاء الله تقدر تسحبها. اذا بتسحبها بتوفر لي علي مصاري على الاقل. والله ما بتسحبها يا شباب، لازمني تراكتور تاني معناتها. اخ اوكي اوكي ما في مشكله. خليني اشتري. اوه هذا واقف الوش. لا 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 هدي هدي هدي، تعال شلون نشيله هذا. وقف لالك، لازم نجيب ولازم نجيب اللادة جيمس. خليه يشيله. تمام ايوه كمل طريقك معلم، كمل كمل. اوكي تعال لشوف، تعال واقف حشش بالارض بالطريق. طيب خليني اشتري تراكتور تاني. اشتري واحد سمول صغير ولا ما احسه كويس الصغير. لا لا شو هاد، لا ما بشتري هيك. هذول لا صغار هذول يعني ما راح يشتغلوا مثل المطلوب يعني. اعطيلي ميديوم، شوف لي ارخص واحد مرة تانية. نشتري نفس هاد اللي عندي، نشتري نفس هاد اللي عندي ما في غيره. اشتري اثنين بصير عندي اثنين نفس الموديل. اشتري يلا اشتري. خليني اجيبه. ايوه وجيب ال ال اللي بتزرع معه. اوكي تاكلنا. طيب خلي هلا. اوه صح صح صح، قبل ما امشي لازم احط فيها شو اسمه قمح وسماد. والله نسيت. نجي وين؟ هون ليكا بيج باج. طيب خليني اشتري سيدز اول شيء. نشتري سيدز مشان يزرع قمح. نشتري لنا 4 حبات ولا 3، خلينا نشوف قديش بيساوي 3. هات 3 لشوف. وكمان حط لي سماد. وين السماد؟ عليكم هذا هو. كمان اشتري 3. والله غالي هذا يا اخي. يلا ما في مشكله عبي.
اوكي بعدين بنجي عند التراكتور وبنرجع لورا شوي بالسيدر اللي معي. مشان وين تطلع لي هلا كلمة انه ريفيل. اوكي مثل ما كنتم شايفين طلعت فوق كلمة ريفيل سيدر، فعبي يا معلم. هلا معبي انا سماد. كم كيس بياخد؟ اي واحد. اوكي كمل خليه فل. اوكي كمان زيادة معلم، لازم اقرب شوي عليها. عبي. اوكي صار فل كيسين ونص تقريبا. كمان عبي قمح. ايوه الكيس الاول تقريبا، اوه الله عبى 62%، والثاني كمان. اوكي كيس ونص عبى فل قمح. تمام يلا خليني ابلش ازرع. اوكي يا شباب وصلنا، هذا تقريبا خلص كمان تقطيع القش. تمام يلا خلينا نبلش هلا ازرع. قديش تمد هي؟ افتح لي هلا شوف. اوكي كويس كويس ما في مشكلة، بتمد هالمسافة هي تقريبا فكويسة يعني. تمام يا شباب خلينا نبدأ هلا. بس شو نساوي؟ نعمل V تمام ونكبس حرف B وابدأ ازرع يا معلم وحط سماد بنفس الوقت. اوكي كويس كويس تمام. اوكي مثل ما كنتم شايفين كمان ال القمح والسماد عم ينقص من الآلة، فتمام هيك عم يزرع. تمام خليه يكمل لحاله بقى. شوف هداك الثاني صار معه. ايوه خلاص تمام سكر لي اياها، معناتها خليني اشتري الرولر. هذاك عم يشتغل لحاله ويزرع لحاله تمام. اذا بتلاحظوا يا شباب في كمان ويدر لازم نقص كمان زياده، فما مشكله. اخر شيء كاتبين نيدز رولينج، هاي كمان اله لازم نشتريها مشان يعني يرتب الارض ترتيب، فكمان راح اشتريها مشان يرتب الارض. وكمان هذا الشيء شو بيساوي؟ يعني بيعزز شو اسمه الزرع عشان يطلع اسرع يعني. فخلينا نروح نشتريها، اسمها هي خلصت حط لي هي هون. فخلينا نروح اشتري الرولينج رولر عفوا. نروح على التولز بعدين ندور على الرولرز. هيك هي هي. اوكي في تنتين، في وحده كبيره وواحده صغيره. بشتري واحدة صغيرة طبعا، ما في يعني ما راح اشتري الكبيرة. هات لي اياها لشوف. خليني اروح اجيبها يلا. اوكي يا شباب وصلنا، خليني اخذها وامشي يلا السريع، لانه مشان ابني الجرين هاوس لازم ابنيها الجرين هاوس. اوكي تمام يا شباب وصلنا، خلينا نحط بس التراك هون بعدين نفتح الرولر. قديش بيفتح طويل ولا قصير؟ والله كويس والله حلوين حلوين تمام، معناته الوضع 100%. طب بس اعطيت هيك تجربة مشان نورجيكم شلون شغلها. نعمل حرف V ونكمل يا معلم. شوف شو بيساوي بالارض، برتب لك اياها ترتيب هلا. ايوه يا سلام والله شيء هذا ساتيسفاينج، اشياء مريحة للنفس. السلام شوف 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 الارض ما احلاها صارت. بس ان شاء الله ما هذا والله مطول شكله، هذا اللي عم يزرع بطيء شوي لانه عم يزرع، هذا مع مزرع ويحط سماد فممكن يطول والله. فرأيي خلي الرولينج بعدين حتى بعد ما يخلص يعني، خلينا بعدين. خليني هلا اروح شو اسمه اشوف الاشياء الثانية اللي لازم اساويها بالحلقة. طيب اول شيء عندي انا قديش، شوف قديش خليني نشوف الارض اللي جنبي.
عندي هاي الأرض هاي جعبالي اشتريها وساويها اسفلت، تمام، حقها 81,000 يعني كويس سعرها، مشان بس ازرع فيها، مو ازرع فيها، حط مباني فيها، ويعني سعرها كويس مشان ما ناخد يعني سعر عالي ونسوي اسفلت كامل. فانا ما اظن هاي المساحة كلها بتساويها كلها مباني ممتازة الي. الباقي الارض اللي راح ان شاء الله راح اشتريهم هدول الثلاثة، وفي هاي كمان راح اشتريها وهي اللي ورا كمان. فيلا خلينا نشتريها هاي. ولا دقيقة قبل ما اشتريها خليني نشوف المساحة هون كويسة للجرين هاوس. انا اظن المكان ما راح يكفيني، فلازم اشتري هاي وساوية اسفلت. بس هاي شو اللي مزروع هون؟ شو هاد؟ سورغوم. شو هي سورغوم؟ والله ما ادري شو هي يا شباب. سورغوم يعني ذرة رفيع. اوكي سورغوم. اوه والله فيني ازرعه، فيني احصده عفوا. والله خليني اشتريها معناتها. يلا سيدة معلم، هات لي هالارض خلص، هاشتريها هي، احصد اللي فيها وبعدين ساوي اسفلت. هات معلم. يلا اوكي اشتريناها، تمام. بعدين شو بنساوي؟ نروح لعند هي الحصادة. والله ممتاز، حظي حلوها يعني وقت الحصاد بالسبتمبر، ممتاز يعني. مظبوط؟ اي والله مظبوط، فكرت حالي غلطان. بس هي الحصادة هي الحصادة بتحصد هي هذا الشيء ولا شو؟ ايه بتحصده ليكو، تمام ممتاز حلو. معناتها خلينا نروح نحصده وخلاص. اوكي يا شباب تمام، يا سلام حلو. هذا في علف كمان حلو، تمام 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 تمام. معناتها هذا كمان في علف تاني، مدري شو نوعه. وال يا شباب والله حظي حلو، حظي حلو بهالحصاد هاد. لا والله ما عم يطلع لي علف، فكرت عم يطلع لي علف والله. يلا ما في مشكلة، تمام ما في مشكلة. منيح لي ما طلع لي علف مشان ما يزيد علي شغل. خلي هذا يكمل لحاله، شوف هنيك شو صار. ها تقريبا خلص، فخلينا نكمل هاي. والله شكلنا يا شباب ما راح نساوي الجرين هاوس اليوم، لانه والله الشغل لفوق الراس كثير الشغل والله صاير. بابا بابا هدي جليس. طيب يا شباب هم بس يخلص هاد حصاد، ويخلص هذا كمان رولينج، وهذا كمان يخلص الزراعة، برجع لكم. اوكي اوكي يا شباب هاي صارت فل، فلازم نفضيها. نرجع لورا هيك عشان ما ادخل السيارة لجوا تخرب الارض. والله ان هي هيك حتخرب الارض، فما في داعي يعني. قرب هيك يا معلم، عبي لشوف معلم. ايوه تمام. والله ما بشوف فائدته هذا الذر الرفيع، اسمه الذر الرفيع، ما بشوف فائدته، بس راح خزنه عندي يمكن، يعني احتمال فيه له فايدة وانا ماني عارفان. تمام يلا خليه يروح كمل، يلا روح كمل، يلا خليني احط هذا الدرب المخزن، او يمكن احتاجه يمكن ما احتاجه والله اعلم. هو هذول خلصوا، هم علقانين الشباب. وقف وقف حبيبي وقف، رجع انت شوي، لانه هذا بده يشتغل، بده يكمل شغله اخر حبه. ايوه خلاص هذا تمام، تعال انت. هاي زرعنا قمح يا شباب.
يلا بس يخلص هاد. والله لسه فيها كمان يا شباب مثل ما انكم شايفين، يعني لسه ما زرعنا شيء، لسه لازم اشتري شو اسمه ارض ثانيه مشان ازرع. بس هلا لازم نشوف الجرين هاوس مشان نجيب لي مصاري، انا ما عاد معي مصاري، صار 231 ألف ما حيكفوا شيء. اوكي يا شباب هي خلصنا تمام. هلا هاي الارض راح ساويها اسفلت وخليها للمباني، بس خليني افضي هاي هذا الدرع اللي حصدته. ايوه اوكي، عبي عبي معلم عبي. اوكي تمام، هاي صارت هذا فل هذا الدرع. والله اول مره بعرف انه في درن شو اسمه رفيع، اول مره بسمع فيه. المهم خليني احطه بالمخزن وبس. اوكي بعدين بنحطه هالطريقة هيك، ويا سلام. طبعا الخزانه بيقدر يعني يخزن اكثر من شيء، يعني مو بس شيء واحد مخصص. يعني بورجيكم نعمل حرف ار. هلا عندي انا 17000 لتر من الويت القمح، وصار عندي نيكو 14000 لتر من هذا الشوغر مدري شو اسمه شورغم. فبقدر يعني اعبي الخزانة اللي معي، التريلر اللي معي بقدر اعبيه. طيب يا شباب خليني اشوف هلا. اول شيء الارض هيك مايلة شوي، حاسسها انا بديها سيدة شوي، شلون بدنا نظبطها هيك سيدة؟ طيب يا شباب في عنا هون تولز، هون نجي لعند اللاندسكيبينج، بعدين نجي هون هاي اول وحدة. هاي في هون تولز يعني بتعلي لك الارض وبتوطيها وبتظبطها سيدة وهيك شغلات. يعني اول شي بس بتاخذ منك مصاري كتير، فماني عرفان يعني ساويها ولا شو ساوي فيها، والله اعلم، والله ما بعرف يا شباب. انا خايف يعني اشتغل فيها اصرف مصاري بلا طعمة. فمثل ما انكم شايفين الارض مايلة لتحت شوي، خصوصا بالنص عامل جورة. فحاليا هلا شو راح ساوي انا مبدئيا، يعني عشان اورجيكم انا شو راح ساوي. بنجي عند البينتينج، بتشوف هون مثل الاسفلت هيك شكلها مثل الاسفلت، ومنكبرها شوي بالحرف الام. ايوه مثل ما انكم شايفين هيك، يعني بتدهن كأنك عم تحط أرض أسفلتية مشان تصير أرض أسفلت كاملة. فبنعمل بالطريقة هيك، أيوه كمان بالطريقة هي، كمان هيك هيك بعيدة هيك صارت تمام. بعدين نجي لهون كمان هيك بالطريقة هي، من هيك هيك وهيك وهيك تمام ماشي الحال. مشكلتي بس قدام بالنص هون بهالطريقة بهالمكان هاد، مشكلتي انه راح يصير في جورة لما اساوي الطريق هيك. فهلا هيك انا راح اكتفي بهالمنظر هاد. نعمل مثلا هيك هيك وحدة. اوكي مثل ما انتم شايفين هيك ساويت الطريقة بهال البيت او المو بيت، الطريق المكان اللي راح اكتفي فيه. طبعا لازم تكون اقتصادي بهالشغله، لانه كل ما تكبس كبسه بيروح تقريبا 100 دولار ولا هيك شيء الله اعلم، فلازم تنتبه بهالطريقه هي لهذا الشيء عفوا. تمام يا شباب ساويت هالارض هيك بهالطريقة هي. بس هدول الشي هدول الخطوط البيض ماني عارفان شلون نشيلهم، ان شاء الله راح لاقي خلف الكواليس طريقة مشان اوطار يعني هيك حل مشان هالمكان هاد، وراح افرشها كلها اسفلت. اوكي يا شباب راح اكتفي بهالقدر بالحلقة هي. بس زرعت هالارض قمح من جديد، وكمان حطينا لها سماد وعملنا لها رولينج ليك سواها صفف امها الارض ما احلاها صارت. فمثل ما كن شايفين خطوط الزرع ويت، وكمان الجروث جروينج يعني عم تنزرع او عم تكبر،
وحاطينك البونس 75، يعني حطنا انه حطينا شو اسمه سماد، وهو مكتوب 50% سماد، بس محتاجه ويدر كمان مره تانية. لازم محتاج ويدر، لازم نمشي بالعشب هي لازم نشتغل فيها خلف، حاشتغل فيها خلف الكواليس ان شاء الله. وكمان راح اشوف حل لها، افضل الماي اللي هي مساويه سيده. فبس هون بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب، اتمنى الحلقه عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاذ او عستيكو، والسلام عليكم.